وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة سوف نرى الشياطين أيها الأحبة ونرى الملائكة وكل منا سيرى جهنم ويرى الصراط وأحداث كثيرة جدا أكثر بمليارات مرات مما نراه في الدنيا في هذا الموقف سوف يقف الشيطان هكذا وقال الشيطان لما قضي الأمر انظروا إلى قول الشيطان أيها الأحبة هذا الشيطان الذي يأمرك بالإلحاد والكفر والزنا وأن ترتكب الفاحشة مع فلان مثلا وأن تكذب على فلان وأن تأكل مال فلان هذا الشيطان الذي يصور لك أنه صديق لك وأنه يأخذك إلى النعيم وإلى الرفاهية. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان سبحان الله وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي سبحان الله يعني يعني قمه الغباء هذا الملحد فعلا قمه الغباء شيطان يدعوك تستجيب له ثم يتبرا منك يوم القيامه، والله عز وجل بكبريائه وجبروته هذا الاله العظيم ذا العرش عز وجل يناديك ويخاطبك ويصور لك ما ستشاهده وتلقاه يقينا. هذه الايه تصور لكم ايها الملحدون ماذا ستجد وترى امامك يوم القيامه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان يعني لم يكن لي عليكم من قدره او قوه يعني هل رايتم شيطان شيطانا يمسك بملحد ويقوده الى الالحاد؟ او هل رايتم ملكا يمسك بمؤمن يقوده الى مسجد؟ لا أنت لديك مطلق الحرية الشيطان فقط يوسوس لك ويدعوك ويهمس من خلال نفسك الأمارة بالسوء فتستجيب وتتبع خطوات الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هذا هو الشيطان أيها الأحبة يلقي باللوم عليك يضلك ويمنيك ويغرك ويلقي بك في نار جهنم ثم يقول لك أنت المسؤول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية لا أنا أستطيع أن أنقذكم أو أجيركم أو أخلصكم من هذا العذاب ولا أنتم تستطيعون أن تنقذوني أو تخففوا عني العذاب أو تستجيبوا لصرخاتي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما أشركتموني من قبل سبحان الله الشيطان يكفر يكفر بك أيها الملحد يوم القيامة إني كفرت بما أشركتموني من قبل ثم يأتي الخطاب الإلهي ليقول للجميع إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم، والله أيها الأحبه آية مرعبة أحببت أن أتأملها معكم حقيقة <applause> لكي نتجنب خطوات الشيطان، دائما عندما تناديك نفسك هذه النفس الأمارة بالسوء توسوس لك تقول لك افعل هذا الفعل السيء تذكر هذه الآية، احفظها هنا تذكر أن الشيطان سيتبرأ منك سيقول لك فلا تلوموني ولوموا انفسكم، سيقول لك ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخية، لا استجيب لصرخاتكم ولا استطيع ان افعل لكم اي شيء. وتذكر هذا الكلام ان الظالمين لهم عذاب اليم، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا واياكم من نار جهنم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.